السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة غيث وماما وفي فيديو جديد وفي موضوع جديد. كيف كتعرفوا البنات فاحنا دابا في فصل الصيف، داكشي علاش قررت نعطيكم واحد الوصفة اللي اقل ما يمكن القول عليها انها رائعة بزاف بزاف بزاف، وانا شخصيا ما كتخطانيش وغتنفع بزاف ديال البنات اللي كيعانيو من مشكل العرق، البنات اللي كيعرقوا بزاف خاصة في هاد الحرارة. فإلا كنتوا اول مرة كتشاهدوا فيديو من الفيديوهات ديال قناة غيث وماما، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. فهاد الوصفة خطيرة خطيرة، وهي بديل ليديودورون وليستيك وداك التخربيق كامل ديال مزيلات العرق اللي كلها مواد كيميائية ومواد مسرطنة، والله يحفظ. هي من مسببات سرطان الثدي لانها كتسد المسام ديال الجلد مع المدة. ليديودورون حتى انا عندي في الدار كنت كنستعملهم، ولكن من كثرة ما كنسمع بالاضرار ديالهم ومن ناس قراب ليا فقررت انني نستعمل بديل لهاد المواد الكيميائية، ولابد من ان هاد البديل خاصو يكون طبيعي. هاد الوصفة طبيعية 100% وريحتها زوينة بزاف، اكيد العرق فكيخرج شي حاجة اللي هي طبيعية في اي انسان، يعني من خلال العرق كيخرجوا السموم ديال الجسم اللي كيكونوا في الجسم، يعني من طرق اللي كيخرج بها الجسم ديالنا السموم اللي كتكون في داخل الجسم كيخرج عبر العرق، فما يمكنش اننا نحبسوه، ولكن كيخرج بريحه زويونه وكتبقى النهار كامل، يعني لمده 24 ساعه. بالاضافه مع الاستعمال المتكرر لهاد الوصفه فكتبيض منطقه تحت الابط وكتساعد على ان المسام يتجمعوا شويه، وكتقلل من التعرق اللي كيكون بشكل كبير وبرائحه اللي قويه. الوصفه مكوناتها سهلين بزاف والطريقه اسهل، نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. كنحتاجوا الشبه او حجر الشب، هذا المكون اساسي طبعا في هذه الوصفه اللي خاصو يكون مطحون مزيان، والشب كتلقاوه عند العطار، اي عطار هو يطحنوا لكم او لا كتطحنوه على يديكم في الدار. الشب كيساعد على تضييق المسام، ايضا معروف على انه معقم طبيعي وكيقضي على رائحه العرق. كنحتاجوا طالك او بودره ديال الاطفال اللي كتكون ريحتها غزاله، وبيكربونات الصوديوم اللي كتقدروا تعوضوه بالمسك. انا بيكربونات الصوديوم هي اللي متوفره عندي حاليا، وممكن تضيفوا اي زيت اساسي عندكم بحال زيت الحامض او زيت الليمون، ازير، زعتر، اللي عندكم. طبعا ماشي ضروري، يعني ماشي ضروري اننا نضيفوا احد الزيوت الاساسيه، ممكن نكتفيوا بالمكونات الاولى فقط. الزيوت يعني الاساسيه ماشي ضروريه، غير اضافه للوصفه ديالنا. انا هنا غنستعمل قطرات من الزيت الاساسيه ديال الخزامه وازير والبابونج. اخر مكون هو ماء ورد باش كنجمعوا الخليط. بالنسبه للمقادير كندير كميه اللي غتكفيني ل 15 يوم. كنحتاج 2 معالق شبه، معلقه ديال طالك او بودره الاطفال، نصف ملعقه بيكربونات الصوديوم، كنضيف قطرات من الزيوت الاساسيه اللي عندي، كنخلط الكل بماء ورد. दिनों के खेतों में कंघी जो करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों जाए लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा धरती सुनहरी अमर नीला अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाए रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए
मधुर तानों में कहे मन सी कोई बजाए लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी حتى كيولي القوام كريمي وكنوضعوها في بواطه كنحتفظ بها انا في الثلاجه. نتوما تقدروا تحتفظوا بها فين ما بغيتوا سواء خارج الثلاجه او في الثلاجه. الرائحه البنات غزاله 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 بزاف، متاكده ملي غتجربوها ما غتستغناوش عليها، مزير عرق طبيعي 100%. بالنسبه للطريقه فكل نهار كنمسحوا منطقه تحت الابط وكنديروا كميه من الوصفه على الجلد، وكديري مساج على شكل دائري باش كتدخل الوصفه للجلد. قبل ما ديروا الوصفه اول مره غديروها كديروها على هذه المنطقه من يديكم باش كتاكدوا انه ما عندكمش اي حساسيه من هذه المواد اللي استعملنا في الوصفه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم تجربوا الوصفه لانها فنة فنة البنات وتستاهل انكم تجربوها. في نهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم واحبابكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا باش يوصلكم جديد القناه. خليت لكم الراحه والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.